الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون عينا يشرب بها عباد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار يشربون كأس إن كان
ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما يوفون بالنذر ويخافون يوما إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا وجزاهم بما صبروا
جزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا جزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها قطوفها تذليلا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك وما أدريك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق
يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك ويعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى الله أكبر بسم الله والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى وجدت
أما بنعمة ربك فحدث. لا والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظفرك ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العظيم. الفاتحة. ربنا بحق فاتحة الكتاب وما حوت وما بها من أسرار، وأنت العزيز الغفار أن تجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية واصلة إلى أمة سيدنا رسول الله، ثم إلى روح الأم المربية الفاضلة في هذه الليلة القرآنية المباركة في ذكرى الأربعين للأم المربية الفاضلة حرم الراحل الكريم الحق نصر عبد الحميد صالح. فنسأل الله بحق هذه الأيام المباركة وبحق القرآن الكريم أن تجعل ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه هدية لها في قبرها، هو ولي ذلك والقادر عليه. وهكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد بسيوني عوض قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي المقيم بالمطرية محافظة القاهرة. كما أتقدم بخال الشكر والتقدير نيابتنا الحاج حسام نصر عبد الحميد صالح، حق بدر نصر عبد الحميد صالح، والحق منصور نصر عبد الحميد صالح، وباسم الحاج حمادة نصر عبد الحميد صالح. يوافري من الشكر والتقدير لحضراتكم وكل من شرفنا في هذه الليلة القرآنية
أشكركم جميعا على حسن حضوركم. أشكر فينا صاحب مخازن الفراشة والهندسة الإذاعية المتميزة المهندس أحمد الفولي والمقيم ببلاوي محافظة المنيا. نقل لنا هذه الليلة عبر التواصل الاجتماعي قناة المهندس أحمد الجعبري. أيها السادة الحضور الكرام، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. شكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.